السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأحباء، يعطيكم العافية. بعدما أخذنا درس الطرح وشرحنا كيفية الطرح بالطريقة العمودية والطريقة الأفقية، وشرحنا أيضا الأعداد المفقودة كيف نستخرجها، اليوم يا ثانية سنذهب لحل تمارين هذا الدرس. هيا بنا. أتحقق من فهمي، جد ناتج طرح ما يلي: 975 ناقص 53. في البداية كما تعلمنا سنطرح الأحاد، 5 ناقص 3 يعطينا 2، أحسنتم. الآن سننتقل لمنزلة العشرات، 7 ناقص 5 يعطينا 2، أحسنتم. والآن منزلة المئات تنزل كما هي لأنه لا يوجد عدد أمامها، أحسنتم. إذا الناتج 922. ثانيا 697 ناقص 276. الآن سنبدأ بطرح الأحاد، 7 ناقص 6 يعطينا 1، 9 ناقص 7 يعطينا 2، منزلة العشرات، منزلة المئات، 6 ناقص 2 يعطينا 4، إذن الناتج 421، أحسنتم. الآن سنطرح أفقيا، 886 ناقص 52، سنبدأ في منزلة الأحاد، 6 ناقص 2 يعطينا 4، أحسنتم. الآن 8 ناقص 5 منزلة العشرات يعطينا 3، و8 تنزل كما هي لأنه لا يوجد أمامها أي منزلة، أحسنتم. إذا الناتج 834. الآن يوجد خطأ في الكتاب في صياغة السؤال، يجب أن يكون هكذا: 436 ناقص 54. في البداية سنطرح الأحاد، 6 ناقص 4 يعطينا 2، ومنزلة العشرات 3 ناقص 5، لم نأخذ رقم صغير كيف نطرحه من رقم كبير، إذن هنا سنطرح 43 كاملة من 5، سنطرح منها 5، سنعد تنازليا، نضع ال 43 في عقلنا ثم نبدأ بالعد التنازلي، 42، 41، 40، قبل 40 ماذا يأتي؟ 39 ثم 38، إذا الناتج 38. هنا طرحنا من 43 5 لحتى أصبح الناتج 38، إذا الناتج 382، أحسنتم. إذا طرحنا من 43 5 فأعطانا الناتج 38، أحسنتم. الآن نحل المسألة. مع أحمد 285 ملصقا، أعطى أخته منها 35 ملصقا، فكم ملصقا بقي مع أحمد؟ بما أننا نتحدث عن العدد الذي بقي مع أحمد أي أننا سنطرح، إذن صياغة السؤال هي التي توضح لنا ماذا، ما هي العملية التي سنستخدمها. إذن كم بقي؟ إذن سنطرح، أي سنطرح هنا 285 من 35، 5 ناقص 5 يعطينا 0، 8 ناقص 3 يعطينا 5، و2 تنزل كما هي، إذن الناتج 250، أحسنتم. النشاط المنزلي: أطلب إلى طفلي أن يجد ناتج 878 ناقص 532 وبرر إجابتك. الآن سنطرح عادي، 878 ناقص 532. في البداية سنطرح الأحد، 8 ناقص 2 يعطينا 6، الآن العشرات 7 ناقص 3 يعطينا 4، نضعها الأربعة في منزلة العشرات، أحسنتم. الآن 108 ناقص 5 يعطينا 3، أحسنتم. إذا الناتج سيكون 346. إلى هنا طلاب الأحباء نكون قد توصلنا لنهاية حل تمارين درس صفحة 67، درس الطرح، درس الثالث. أتمنى أن تكون قد استفدتم طلاب الأحباء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.